لو انت داخل عشان تعرف ايه هو العيب القاتل واغلب الظن انت داخل عشان كده، ففي رايي هو ان الموبايل مش بيتركب له كارت ميموري وان 64 جيجا مش كفايه قوي. بس حل العيب دوت هيكلفك بالظبط 350 جنيه اللي هتزودهم على سعر النسخه ال 64 اللي هي 5666، وهتروح جايب هتضاعف المساحه بقى تخليها 128 وتجيب النسخه اللي هي ب 6000 وخلاص، انت كده معاك موبايل حرفيا ممتاز. طبعا الموبايل فيه غلطات وفيه حاجات كتير بنتعرف عليها بعد فتره من الاستخدام وحاجات بتظهر، بس قصدي ان هو دوت العيب الظاهر اللي حاول تتفاداه، واكيد لو وصلت الرينج 5666 هتقدر تزود توصل ل 6000 يعني صباح الفل يعني. بس حرفيا بدون مبالغه شاومي بتغير قواعد المنافسه، يعني احنا نزلنا المي 9 تي ب 6000 جنيه، فاحنا دلوقتي غيرنا وحطينا كده ستاندرد للشركات التانيه لما تيجي تنزل موبايل تاخد بالها تحط المي 9 تي في دماغها ولازم يقدموا حاجه ميزه او ميزتين يتغلب عليه فيهم. وحتى كمان لو نزلوا فئه اقل من فئه المي 9 تي وتبقى مثلا فئه قريبه مثلا فئه ال 5000 لازم يكون برضو قريب منه، لان لو بعيد عنه شويه كله يقول لك يا عم طب نزود 1000 جنيه وتاخد المي 9 تي وفرق شاسع. ونفس الفكره برضو لو نزلوا في فئه اعلى من 6000 جنيه لازم برضو يكون فارق عنه بفرق ملحوظه علشان الناس ما تقولكش يا عم وفر يا عم وهات المي 9 تي ومش هتحس بفرق قوي. فعملت كده خط ليها وستاندرد لازم الشركات تقرب منه علشان ينافسوا، وطبعا احنا المستفيدين في الاخر، احنا الكسبانين، احنا ما كناش وصلنا خالص او حلمنا ان احنا ناخد موبايل ب 6000 جنيه في الخلطه دي. كنت قايل في فيديو الكي 20 برو ان شاومي قدمت الخلطه الكامله المتكامله وللاسف ما نزلش مصر، بس نزل ده المي 9 تي او الكي 20 العادي. فرق الكاميرا والاداء طبعا مش سمعتوا الكلام ده كتير انا متاكد، بس يعني خليني اقول لكم كده كام حاجه. يعني اللي هيجي يقول لي بقى لا ده في فرق شاسع ما بين الكي 20 برو والكي 20 العادي او المي 9 تي في الاداء، يا عم ده 855 وده 730 انت ازاي بتقارن؟ فلا ما تقولش كده غير لما تجرب الموبايل ده، ولو انت مش هيفي يوزر وانت مش بتحمل قوي على الموبايل فانت مش محتاج الفرق ده ومش هتحس بالفرق. اما هتجيب لي الموبايل ده وتشغل عليه فيسبوك وحاجات سوشيال ميديا والعاب خفيفه وتقول لي لا اصل انا عايز فرق الاداء، لا ده هيبقى معاك زي الفل. وعلى فكره مش معنى هيفي يوزر يبقى انت بقى بتلعب ببجي على اعلى جرافيكس، لا هنا ببجي برده شغاله على اتش دي والفريم ريتس هاي وشغال زي الفل. هيفي يوزر قصدي ان انت بتعمل كذا حاجه في نفس الوقت وبتعتمد على موبايلك بشكل اساسي، بمعنى الكلمه بشكل اساسي في شغلك في حاجات تانية. يعني مثلا في سيناريو كنت محتاج فيه 855 كنت فاتح 4G فاتح هوت سبوت للموبايل جنبي ومشغل اب ريكوردر من اب خارجي مش اب بتاع الموبايل، وفي نفس الوقت بعمل ابلود لحاجه والموبايل البطاريه تحت ال 20% واعلى برايتنس ومشغل لعبه تقيله جدا زي كول اوف ديوتي على اعلى حاجه، فلا الموبايل كده لو 730 كان هيهنج معايا شويه كان في حاجه هتاثر في ادائها. فلا ساعتها بقى تقول فعلا لو انت بتعمل مالتيبل او حاجات متعدده ساعتها انت محتاج فعلا بروسيسور قوي. اما غير كده المهام العاديه الالعاب التقيله 730 ممتاز بالنسبه لك. الديزاين اكيد انتوا شفتوه كتير وانا ضيعت نص فيديو بتاع الكي 20 برو اصلا بشرح قد ايه الديزاين راوش بقى والكلام ده، وكان معايا اللون الازرق وكان نفسي اجرب اللون الاحمر، بس بعد ما جربته بكل ثقه يعني طبعا ده اراء والكلام ده مش كل واحد هيتفق مع كلامي، بس الازرق اشيك بكتير واحلى بكتير جدا في الايد. طبعا لو مالكش بقى في الكرنفالات ديت والافواره دي وعندك الاسود مط عادي جدا وزي الفل. وبرضه لو عايز تنقل من ده هات الاحمر وهات الكفر اللي بيجي مع الموبايل الكفر الاسود. الكفر ده عندي معاه بقى مشكله، واحلى حاجه فيه ان هو ملمسه حلو جدا وبيغطي لوز الكاميرا، بس الفكره ان هو مش بيحمي الموبايل خالص. انت لو من النوع اللي بتوقع موبايلك كتير فالكفر ده بالنسبه لك كده فعلا ملوش اي لازمه. هات حاجات من اللي هي سمكها كبير دي، وكمان خصوصا انه مش حامي برده مش بارد عن الشاشه، والشاشه هنا جايه من غير سكرين بروتكتور فطلع من علبه من غير سكرين بروتكتور، فهو بيقول لك يا اما هتكسر منك يا اما هتخدش منك يعني لو ما لحقتنيش. فلو انت من الناس ديت خد بالك، علشان انا عارف هنلاقي بوستات يا جدعان الموبايل المي 9 تي وقع مني من ارتفاع 20 سم اتكسر. ما طبيعي، ما هو زاز يعني هيحصل له ايه يعني لو وقع من على بعد 20 سم يعني طبيعي، ده مش ضعف خامات، ده هي الازاز طبيعه الازاز وهيتكسر بس مش محتاجين بقى. الشاشه بقى اللي من اروش الحاجات، وهي دي تقريبا اللي قلت بتغير مسار الفئه المتوسطه دي، وما كناش برضو نحلم ان احنا نوصل للليفل ده. رقم واحد من ناحيه الحواف انها الابعاد صغيره جدا فوق وتحت، تاني حاجه موضوع نوع الشاشه ان هي
اموليد، ف يعني ناقص بس كواليتي الشاشه واحنا كده خلاص في الفئه المتوسطه مش محتاجين، ودي انا مش مستعجل عليها خالص ومش فارقه معايا اللي هي موضوع كواليتي الشاشه. فانت هنا معاك البانل ممتازه وكل مميزات الشاشه الاموليد دي، هرشتها في فيديو الكي 20 برو شرحتها بالتفصيل وبالبصمه الممتازه اللي موجوده هنا اللي مش متعلق بالانيميشن الحلوه بتاعتها. ف يعني عايز ايه تاني؟ بطاريه 4000 لو ماشيين على السيناريو اللي انا مشيت عليه وفي الاستخدام الفتره اللي فاتت دي، مقلل البرايتنس ومش شغال 4G، شغال واي فاي بس، وطبعا مشغل الدارك مود والالوز اون سبلاي ديت مشغلها، بس لما ما تكونش عايز تستخدمها تحط الموبايل على وشه كده، تحط الموبايل على وشه فهي تقفل هي والبصمه، فانت بتتكلم في حوالي 8 ساعات 9 ساعات مستريح جدا الالوز اون سبلاي ويمكن اكتر كمان من كده. طبعا كل ما تدوس ممكن يوصل معاك لخمسه لو انت بقى 4G والعاب والكلام ده، بس لا انا بتكلم استخدامي وطبعا ده حاجه نسبيه. البطاريه هنا حلوه جدا، عزمت معاك وعايز تشحن، شاحن 18 واط جاي في العلبه USB Type C بيشحن من 0 ل 100 وانا مش مستخدم الموبايل خالص وسايبه في ساعه و23 دقيقه بالظبط وانا مش مستخدم الموبايل. حته البطاريه دي مش اكتر حاجه مميزه يعني، عادي ممكن نلاقيها في فئه ثانيه وفي اقل منها، بس يعني خلاص حلو قوي يعني. هي هتعترض؟ والله هرجعك لشاشات اي بي اس في موبايلات ب 7000 جنيه. ولد بص في الكاميرات شايف الوضع ده يعني شيله ما تستخدموش خالص يعني، كتر الميجا بايتس لا يعني ان الصوره تتبعضل خالص، فخليك على الوضع العادي مع فتح الاي اي دي صور الصبح ممتازه. بالليل بقى شايف الوضع ده والوضع ده كمان برضه ما تستخدمهمش بالليل، خليك في الوضع اللي هو النايت، وكان نفسي يبقى قريب شويه بدل ما انا بفضل اسحب مرتين كده. فالنايت بالليل لو انت مثبت ايدك هتاخد صور هايله هايله. طيب علشان بدل ما اقول بقى ان الكاميرات جامده والكاميرات حلوه اشرح الموضوع، لا انا بجهز مقارنه بالذات في الكاميرات، بحب يعني عشان اعرف قد ايه هي حلوه احب اقارنها مع حاجات ثانيه. ف قولوا لي كده برضو رايكم في الكومنتات، نعمل مقارنه ثلاثيه رباعيه من بتوع زمان دول، فقولوا لي كده شايفين ندخله مثلا مع مين في الفئه بتاعته، ممكن نزود شويه نقلل شويه، بس لو مين لي كاميرات قولوا لي مين شايفين منافس ليه يعني وممكن يتغلب عليه في موضوع الكاميرات ده، وساعتها بقى هنعرف فعلا مدى قوه المي 9 تي. اما دلوقتي اكتفوا بالصور اللي انا بس عرضها لكم دي وان شاء الله المقارنه قريبه. اكتر حاجه بتعجبني لما يكون في موضوع على اختلاف زي موضوع النوتيفيكيشن ليد او اللمبه اللي بتنور في السلايدر ده، ان الشركه تديك الاوبشن انك تشيله لو مش عاجبك وشايف انه بقى اوفر وبتاع عيالي وزي ما الناس قالت كده شيل يا سي. بس صح لو قفلت النور هتضيع النوتيفيكيشن ليد اللي فوق الروشه جدا الصراحه. نفس الموضوع في الصوت، الصوت اللي بيعمله هو طالع في النازل، انا الصراحه بقى شايل الصوت يعني انا سايب النور بس شايل الصوت، مش عاجبني وما في ست اصوات بس مش حلوين خالص فشيلها. وعلى فكره صوت الموتور يعتبر واطي جدا ما يتسمعش خالص ف ونوعا ما سريع، مش اسرع حاجه، فانت ما تقلقش غير لو انت ماسك الموبايل كده وبتتصور سيلفي والموبايل وقع منك، اما انت في الطبيعي لو وقع الكاميرا مش هتتضرر لان كده كده هي مدفونه يعني. انا مبسوط الصراحه من اللي شاومي بتعمله، انا اوريدي مرشح الموبايل ده لاربعه من صحابي قبل ما ينزل اصلا لما عرفت ان سعره 6000 جنيه، وهيفضل كده زي ما قلنا لفتره يعني فتره حلوه، هيفضل فوق كده مدلدل رجله، مفيش حد بيرشح غير زود وقت مي 9 تي، وفر وقت مي 9 تي، هات مي 9 تي، ف لحد بقى ما ينزل له بقى حاجه، واغلب الظن ممكن ينزل له حاجه من شاومي اصلا يعني تغنيك انك تجيب المي 9 تي، وبيعملوها والله ممكن تنزل لك حاجه ارخص ونفس الامكانيات وهتضحي بحاجه بسيطه جدا مثلا شاشه بنوتش فقشطه، لو هتلاقي مثلا نفسك هتوفر 1000 جنيه فانت اولى بيها يعني. لو فاكرين ان في حاجه انا ما اتكلمتش عليها فعشان انا شارحها باستفاضه في فيديو الكي 20 برو اللينك بتاعه في الديسكربشن، فهيبقى الحاجات متشابهه جدا في ده او ده، فانا كنت شرحتها هناك فمش عايز اعيد كلامي هنا. فاللي قابلته جديد هو حته الاداء والحاجات اللي اتكلمت عنها بس كده. قولوا لي ايه رايكم في المي 9 تي، وهل بقى ريلمي هتسكت على الموضوع ده ولا ايه الكلام بقى؟ بس لايك سبسكرايب يا جدعان ونستمر كده وسلام.